صراحه انا بالنسبه للدستور انا موافق عليه بشكل كبير جدا، يعني متوافق بنسبه على 80% من المواد اللي موجوده فيه، وده بيرجع انه عمر ما هنقدر نعمل توافق مجتمع كامل على كل المواد الموجوده في الدستور، وانا شايف ان 80% من الموافقه عليه تصلح لعرضيه للاستفتاء، الا اني بعترض بشكل كبير على الطريقه التي يتم بها الاستفتاء، وانه يتم بشكل قسري على الشعب المصري، ويجب إرجاؤه حتى يتم نوع من التوافق المجتمعي حول المشروع قبل أن يتم الاستفتاء عليه. طبعا في حالة انقسام حادة جدا بين القوى السياسية الموجودة في المجتمع، بين مؤسسة الرئاسة وبين معظم القوى السياسية حتى داخل الشارع المصري الموجود، بسبب الإعلان الدستوري الجديد الذي طرحه الدكتور مرسي دون أن يمهد له، وتضمن مواد مخالفة تماما لفكرة الديمقراطية التي تم انتخابه من أجلها. الحل الوحيد هو أن يخرج الرئيس مرسي بحوار مجتمع متراجعا عن الإعلان الدستوري الذي صدره، ويعرض المشروع الدستوري للتوافق المجتمعي دون أن يكون هناك فرض، وأن يكون هناك نوع من الشفافية، وألا يكون منحازا لفصيل سياسي معين، وأن يشعر الشعب المصري بأن الرئيس مرسي هو رئيس لكل المصريين. أنا أعترض على فكرة مهاجمة شخصية الرئيس أو التعدي عليه، لأنه ده نوع من البلطجة، لكن في نفس الوقت فرض قرارات الرئيس هو نوع من الدكتاتورية التي ترفضها كافة القوانين والدساتير والاتفاقيات الدولية، أن قراراته قابلة للتأييد والمعارضة. كمان بشجب وبشكل كبير جدا تأييد جماعة الإخوان المسلمين داخل الشارع، فهنا أصبح للرئيس مرسي أكثر من جيش بيحميه، الجيش والشرطة وجماعة الإخوان المسلمين. جماعة الإخوان المسلمين يجب أن تقوم سريعا بتوفيق أوضاعها، ويجب أيضا أن تفكر بشكل جدي في حلها، وأن ينخرط الإخوان المسلمين داخل الشارع المصري ككيانات وطنية بعيدة عن أي توجه ديني.